السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو. دي فيديو قناة إن شاء الله النهاردة تاني درس من دروس سيستم دوت أي أو في سي شارب. إن شاء الله النهاردة هنشرح الباينري ريدر والباينري رايتر. الباينري ريدر والباينري رايتر دول كلاسين أو مكتبتين جوه السيستم دوت أي أو. المكتبتين دول متخصصين، هم يقروا جوه، بيقروا من ملف، بيقروا ويكتبوا جوه الملف الداتا تايبس. يعني أنت من خلال الباينري ريدر والباينري رايتر أنت بتكتب جوه الملف بالانتجر وبتقرا منه انتجر، مش تكتب جوه مثلا بايت باتس، او في ما هنشرح في الفيديو الجاي اللي هو ستريم، اللي هو بيقرا من التكست، من قصدي من الملف كتكست بس، كسترينج بس. لا، في الباينري ده ممكن تقرا كانتجر وتكتب كانتجر ودبل فلوت اللي انت عايزه. عشان بس نفهم ايه هو الباينري ريدر والباينري ده، لازم نفهم يعني ايه الباينري اصلا. الباينري ده هو البيانات، اي بيانات او اي حاجه جوه الكمبيوتر بتشوفها او ما بتشوفهاش، هي بتتخزن على هيئه اصفار وحايد. وانت عارف مثلا شويه في الكمبيوتر تفهم الكلام ده. الملف مثلا بيكون عباره عن بايتات، والبايتات البايت الواحد فيه 8 بت. 8 بت دي اللي هي البت اللي هو الخانه دي، 0 1 1 0 اللي هو عايزه. طب ازاي احنا بنقراها؟ الباينري ريدر دي بتتخزن على حسب إيه؟ يعني ايه، انت بتقول مثلا، طب الصوره تتخزن بكبايتات، كبتات، بتتخزن كبتات. طب التكست بتتخزن برضو بنفس الطريقه، بتتخزن بنفس الطريقه. طب ايه اللي بيفرق بينهم؟ في الواقع اللي بيفرق بينهم مفيش حاجه بتفرق بينهم، وعلى حسب انت بتقراها ازاي. زي ما انا قلت لك كده في اول فيديو، انت ممكن تقرا في صوره لانها اصلا عباره عن بايتات، بس على حسب بقى الكلمه وعلى حسب انت اتخزنت البايتات دي ازاي. فانت مثلا في النوت باد هنا مثلا بيقرا الكلمه دي مثلا ايه اللي هو 0 1 1 0 1 0 0 دي، بيقراها مثلا كلمه اتش، حرف اتش مثلا. بس في فوتو فيور دي مثلا، دي عباره عن اول بيكسل مثلا، واول بيكسل ده مثلا يبقى احمر اصفر، على حسب بقى انت بتقرا البايتات دي ازاي، على برضه على حسب انت بتقرا البتات دي ازاي، على حسب ما هتظهر لك. يعني انت مثلا بالنوت باد لو هي انت مثلا مسجلها اصلا الحاجات دي كصورة، يعني دي بيانات صورة، هيقراها لك ماشي. انا هحاول احولها لك عندي، اشوف مثلا في اللي عندي في التكست دي معناها ايه، بس مش هتطلع لك كلمة مظبوطة، اتركها. ممكن صدفة تطلع لك كلمة مظبوطة، الله اعلم يعني. بس ده هو ده معنى الباينري. تعالى بقى نفهم موضوع الباينري ده والباينري ريدر والباينري رايتر. طبعا من السادة سيستم دوت اي او، بنعمل زي ما قلت لك الفايل ستريم ده هو الاساس بتاع اي عمليه احنا هنعملها. بنعمل كام الفايل ستريم، بعد كده بنعمل بايت دات، احنا كده بنقول له باينري ريدر باينري رايتر. باينري ريدر بنقول له نيو باينري ريدر، بندي له الفايل ستريم او الستريم اللي احنا هنشتغل عليه. والانكودنج، الانكودنج ده معناه ايه، اللي هو التشفير او التربيز اللي انت هتكتب بيه جوه الملف او هتقرا منه الملف. التشفير ده معناه ايه؟ يعني مثلا في تشفيرات مثلا زي يو تي اف 8 او مثلا يو تي اف 32. يو تي اف 32 ده بيخزن مثلا الحرف مثلا على هيئه 8 بايت، بس في مثلا في اليو تي اف 8 في اليو تي اف 32 بيخزنه على هيئه 32 بايت، فعلى حسب الانكودنج. في مثلا الويندوز هنا بيستخدم اليو تي اف 8، لينكس بيستخدم تقريبا يو تي اف 32 حاجه زي كده، مش فاكر يعني. بس يعني ايه، فانت انا عاملها هنا ديفولت لان انا بستخدم الويندوز يعني. فانت لازم تحدد الانكودنج بتاعك، لان هو مثلا لو انت حددته مثلا هنا 32، فانت اي بيانات هتكتبها جوه الفايل هتبقى ب 32 بت، الحرف هيبقى ب 32 بت. يعني عشان ايه، عشان بس ما تخاو مثلا البرنامج بتاعك ما يضربش مثلا لو انت نقلت من سيستم لتاني، فانت لازم تحدد الانكودنج. طبعا الانكودنج هناك دوت ديفولت، انا بستدعي الانكودنج اللي جوه الويندوز، في اسكي، في يو تي اف 8، في يو تي اف 32، بختار ديفولت. والبرنامج التالت اللي هو ترو، ترو او فولس، ده انت بتسيب الستريم بتاعك مفتوح ولا الفايل ستريم ده تلقائي بعد باينري ريدر والباينري ريدر دول ما بينتهوا، بيقفل معاك الفايل ستريم. او انت مثلا بتعمل الباينري ريدر ده دوت كلوز، بي ار دوت كلوز، بيقفل معاه الفايل ستريم. فانت ترو دي بتقول له لا، سيب الفايل ستريم مفتوح، فولس اقفل معايا الفايل ستريم. هنا في الفورم لود احنا بنكتب شويه بيانات جوه الملف. بنكتب مثلا بالانت، في بتكتب بالسترنج، لو احنا كده قلنا بي دبليو اللي هو باينري رايتر دوت رايت، في 18 اوفرلود ل 18 نوع بيانات انت ممكن تكتبها جوه الملف عادي براحتك، بايت
بايت شار دبل ديسيمال اللي انت عايزه. في طبعا بي دبليو في اخر، فما تكتب اخر ال في اخر ال خلاص خلصت كتابه تكتب دوت بي دبليو دوت فلاش عشان تاكد ان البلد دي لازم تروح. تعال كده نشوف الفورمه بتاعتنا، احنا في الفورمه دي احنا بنقرا بالبوتوم ده. تعال كده ننزل تحت بنقول بي ار دوت بيز ستريم دوت بوزيشن. لو انت عايز بالبيز، البيز ستريم دي معناها ان انت بتوصل للبيز ستريم في الاول خالص، اللي انت ايه اللي هو الستريم بتاعك انت مثلا عشان مثلا لو انت عايز تحرك البوزيشن بتاعك من ال من ال بتاع من ال قصدي الاوبجكت الباينري ريدر، فانت مش محتاج ان انت تروح للفايل ستريم تعرف الاسم بتاعه. انت بتقول بي ار دوت بيز ستريم اللي هو انت واخده في اول خالص، اوصل بقى للمسدود بتاعته بوزيشن سيك سيك بريد برايت اللي انت عايزه يعني. طبعا احنا بنخليها هنا صفر، لان احنا لما بنيجي نكتب هنا احنا بنحرك المؤشر اللي جوه الملف، خلاص احنا في اخر الملف يعني. هو مطرح ما بيكتب مثلا اللي هي ماري دي، اني ماري بيكتب ماري دي حرف الاي خلاص يعني، بيفضل عند المؤشر ده ما بيرجعش، لا لا بيفضل هنا. فانت هتقرا ازاي في اخر ملف بيرمي لك اكسبشن، فاحنا بنرجعه لاخر ملف في اول ملف خالص. كنا بنقول له وايل بي ار دوت بيكت شر ما بتساويش سالب واحد، بيكت شر دي احنا بنتاكد ان فيه حرف ولا لا. طبعا على الكلام ده على حسب الانكودنج بتاعك يعني، مثلا لو الانكودنج بتاعك يو تي اف 8 مثلا الحرف هيبقى 8 بيت، فهو بيتاكد 8 بايت، فهو بيتاكد ان فيه لا زال فيه 8 بايت في الملف بتاعك. طبعا بقى بيكت شار دي يعني انا ما بحبذهاش الاول، انت لو انت هتلعب بقى مع مثلا في اللي هي الانت والدبل والحاجات دي، فانت ممكن تعمل بيك دبل اللي هي مسودات ايه ليك انت اللي هتعملها. مثلا لو انت اللي هي مسودات اللي هي الدبل مثلا بتبقى 8 بت، الانت بتبقى 4 بايت، الدبل قصدي بتبقى 4 بايت، وفي فرق بين البت والبايت، الدبل 8 بايت والانت 4 بايت. فانت من خلال ده ممكن بقى تشوف بقى ايه تقرا من الملف لو فيه 4 بايت، لو انت قريت 4 بايت وما رماش اكسبشن فاهم، ترجع ال 4 بايت دول وتقول له اه مثلا في ترو، ترجع للداله اللي انت هتعملها دي الداله الاكستنشن دي مثلا هترجعها ترو، يبقى فيه اه ماشي فيه 4 بايت. بفوس لا ما فيش 4 بايت وما ينفعش تقرا من الباقي. فانت ممكن تعمل اكستنشن بس وتحل المشكله دي كلها يعني، بدل بيك تشار، لانها اصلا البيك دبل والبيك انت دي مش موجوده في البي ار. نقول له هنا اي دي بي ار دوت ريد انت هتقرا 4 بايت كانت، اللي كده بنقول له ريد سترنج هتقرا ريد سترنج هتقرا اللي انت السترنج دي. طبعا في علامات بقى وجوه حاجات هي اللي بتميزها الحاجات دي، يعني بتفصل كل سترنج عن سترنج، لان هو مثلا لما بيلاقي حرف معين بيلاقي بايت معين هو من جوه البي ار هو معلمه، بيقف ما بيكملش ان هو يقرا سترنج، غير اللي بقى انت بتقول له اقرا ريد سترنج كمان. فانت بتقول له ريد سترنج هنا تاني فاهم. فخلاص بقى انت قريت التلاتة، فانت بنعمل جوه هوايل لوب بنعرضهم جوه كلهم في التكست بتاعنا، في التكست بوكس بتاعنا كده مرة. بص اي دي فيرست نيم مايكل جاكسون مارلين مانسون بيرت بيرس اني ماري. لكن تشوف الملف بتاعنا، لا مش ده، اوبن فولدر باين ديبج هلو. بص هو مش ما قلت لك هو كتب بالداتا تايبس، هو هنا خلي بالك التكست مش قادر يقرا، هو قرا التكست، هو قادر يقرا التكست، لكن هنا البايتات دي هو مش قادر يقراها، هو مش متعرف عليها. دي بايتات اه ماشي، لكن انا متعرف عليها انها مساحات بالسترنج، لان هو بيقرا كسترنج بس ما بيقراش انت ولا دبل ولا الحاجات دي اللي هو النوت باد. لكن ارى الماي لكن ارى هنا الماي التكست مايكل جاكسون اللي هنا ايه كل حاجه، ودي طبعا اللي بتفرق ما بين مثلا في هنا تقريبا رقم، ودي اللي بتفرق بين السترنج وبعضها وكده. فبس ده هو ده كان باينري، الباينري ريدر والباينري رايتر. في لو في حاجه مش فاهمها، في حاجه واقفه معاك، في داله موجوده في معلش في دوال انا ما شرحتهاش، بس لو هي بس هي سهله يعني، يعني انت تقرا بس تقراها بس هي من اسمها تعرفها. لو في ده اللي وقفت معاك في حاجه مشكله معاك يا ريت تكتب في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك. انا لكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.